السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى عطية، والنهاردة في هذا الفيديو هنتحدث حول عمل المرأة العاملة. هل هذه الأم البطلة اللي بتعمل وبتدرس في بيتها أو بتقوم برعاية أطفالها، هذه الأم كيف تتعامل مع سوق العمل وما هو سوق العمل، تحدياتها اللي بتواجهها؟ حاجة كتير جدا في ظل الوقت الحالي أصبح هناك نوع من أنواع الاهتمام بوجود هذه الأعمال، نظرا لأن هذه الأعمال بتكون لديها نوع من أنواع الاهتمام بها في سوق العمل في ظل وجود نوع من انواع المنافسة الشرسة في سوق العمل، وايضا نظرا لان كتير جدا من السيدات اثبتن نجاحا واضحا في سوق العمل، كتير جدا من السيدات اشطر بكتير جدا من بعض الشباب، كذلك قدراتهم التعليمية اكتر، قدرتهم على فهم التفاصيل ادق، كل هذه الامور بتعمل فارق كبير جدا عند المقارنة ما بين الجنسين، ولذلك اصبح سوق العمل منفتح وبشدة على المرأة العاملة. لكن هذه المرأة عندما تكون اما لديها التزامات اخرى، ده بيؤثر كثيرا جدا على العديد من الامور، نظرا لانه كتير جدا لا يستطيعن التوفيق ما بين هذا وذاك، ولذلك من المهم جدا انك تراعي بان هذه القدرات الخاصه لهذه المراه البطله اللي بعتبرها من وجهه نظري بطله، نظرا انها بتصحى تحضر الاكل للاسره ثم بتلبس وبتروح شغلها وبعدين ترجع تجيب العيال من المدرسه الى اخره، بتحتاج ليس فقط دعم من الزوج بان يكون زوج قادر ومتقبل عمل المراه وايضا بيساعدها في العديد من الامور داخل المنزل ولا يرفع ايده بشكل كامل، كذلك بيحتاج الامر قدرة خاصة على هؤلاء السيدات على فهم سوق العمل لهن. كتير جدا من منظمات العمل الدولية، الشركات الاجنبية، لديها نوع من انواع التقبل، لديها نوع من انواع الفليكسابيليتي، قد تعطي بعض النساء القدرة على انهن يعملن في المنزل بقدر من العمل من المنزل لبعض الايام او رعاية الاطفال الى اخره، لكن على الجانب الاخر هتجد ان في بعض المنظمات خاصة المحلية والصغيرة قد لا تكون هذه الوفرة موجودة، وقد يؤدي هذا الامر ان يتم استبعاد بعض السيدات من العمل بداعي انها مشغولة او لا تستطيع التركيز او انها بتيجي متأخر او بتاخد اجازات كتير الى اخره من مسببات. هذه المسببات من المهم جدا ان يتم مراعاتها بشكل جيد جدا عند الحديث على هذا الامر. اذا هذا الحديث موجه لك ايها السيدة العظيمة، لو كنت امرأة عاملة وفي نفس الوقت بترعى اسرتك، اذا لديك فرصة مهمة جدا ان يتم اغتنامها، وهي ان يكون لديك نوع من انواع الصبر والحكمة في اتخاذ القرارات. كتير جدا من المؤسسات، نعم نعرف انه في الوقت الحالي ليس لديهن القدرة على الاداء الامثل هنا او هنا، ولكن من المهم جدا انك تدركي بان سوق العمل ما زال الطلب على السيدات الامهات ورباط الاسرة موجود وبشدة. كتير جدا كمان من السيدات بعد التخرج بيتزوجن وبعدين بيجبن اطفال، بعدين بمدة بعيدة بعد ما الاطفال كبروا حابة ترجع الشغل تاني. من المهم جدا ايضا انك تعرفي بانه سوق العمل ما زال مطلوب، ولكن لو انت في تلك الحالة من المهم جدا انك تحضري رد مناسب جدا عندما يتم سؤالك لماذا كل هذه الفترة الطويلة من الغياب. ومن المهم جدا انك لما تيجي ترد عليه تقولي له انه في الانترفيو انك كنت بترعى الاطفال ودي مسؤولية عظيمة، وانك كنت خايفة ان تقصري فيها تقصير شديد، نظرا ان دي مسؤولية عظيمة وانا بحب ان انا اكون مسؤولة عن المكان اللي انا بتتولاه. حين الرد ده بيعمل فارق كبير جدا، نظرا لانه المحاور لما يجي يستمع منك ان الشخصية مسؤولة، لديك قدر من الاهتمام، لديك شخصية قوية وقادرة تثبتي نفسك، ده يمثل العديد من الفوارق الهامة. لكن ايضا من النقاط المهمة انك في هذه الحالة لو كان في فترة طويلة من الغياب او عدم العمل لفترة طويلة، من المهم جدا ان يكون هناك نوع من انواع اخذ دبلومة، اخذ ماجستير، اخذ بعض الكورسات او الدورات في المجال اللي حضرتك هتكملي فيه، كذلك لو انت هترجع من المتوقع انك تبدأي من الانتري ليفل او المستوى المبدئي، كذلك المرتب لن يكون افضل شيء، فمن المهم جدا انك توضحي لمن يقوم به الانترفيو انك قبل باي مرتب، قبل بالمستوى الصغير، قبل ان انا ابدأ من هذا الدرجة الوظيفية القليلة وانا سن كبير. حاولي توضحي له هذه النقطة، لانه بيبقى خايف جدا ان انا اجيب شخص كبير في السن اديله مرتب قليل فيرفض العمل، او ان هو حابب مرتب كبير. فارجوكي وضحي له هذه النقطة في الانترفيو، انك قبل بالمرتب اللي حضرتك هتعرضه عليه، قبل بالدرجة الوظيفية، قبل بهذا المنصب حتى لو كان قليل، علشان انا عاوز ارجع الشغل تاني. هيحترم جدا هذه النقطة بدل ما هو حضرتك تنزلي وتقولي لا انا جاي عاوز اشتغل مديرة. طبعا الكلام ده غير صحيح، نظرا لان في الغالب انت هيكون في ظل منافسة مع شباب اصغر منك، في الغالب بيبقى هم معتقدين ان عقلهم بيكون افضل من الاشخاص الاكثر سنا او الاكبر سنا، ولذلك هيتم اختيارهم عن اختيارك. ولذلك حاولي توضحي بقدر الامكان جدا انك لديك القدرة على القبول بهذا العمل بهذا المرتب في التوقيت المطلوبة، وانك جاهزة لاستعادة لياقتك المهنية. في النهاية حابين نوضح ان المرأة العاملة لديها زي ما احنا قلنا فرص عمل في سوق العمل، لا تجزعي بانه العمل المرأة لم يعد مطلوب، بل اصبح مطلوب بشدة،
وكتير جدا من المؤسسات زي ما احنا اتكلمنا في وقت سابق بتعرض نوع من انواع انها في ظل خطتها انها تخلي نوع من انواع 40% 60% من عناصرها سيدات. هناك العديد من الخطط اللي بتدعم عمل المرأة في الشركات الاجنبية والبنوك. كتير جدا من البنوك لديها تفضيل في العديد من القطاعات زي الاتش ار او العلاقات العامة او السكرتارية للعنصر السيداتي او النسائي، كذلك في مجالات الاستثمار ليس فقط في المجالات المعروفة زي السكرتارية وخلافه، ولكن في مجالات الاستثمار في المجالات الهندسية والتطبيقية اثبتت النساء قدرة كبيرة على النجاح. ولذلك حاولي ان تكون لديك القدرة والثقة بنفسك في انك لديك القدرة والاستطاعة على الرجوع للعمل، وان شاء الله تقبلك سوق العمل. ولكن من المهم جدا ان يكون لديك القدر الكافي والتفهم ان الموضوع هياخد وقت، بانه قد تواجهي صعوبة في البداية، صعوبة اشد من صعوبة الخريجين الجدد، وده نظرا لان زي ما احنا قلنا العديد من المؤسسات بتبقى متخوفة ان يكون لديك هذا القدر الكبير من المسؤوليات التي لا تستطيع معها اداء الاعمال الاداء الامثل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان استغفرك اتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا في حالة وجود اي استفسارات شرفني الرد عليها في التعليقات او على الصفحة الرسمية على الفيسبوك مصطفى عطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.